النجم هي هذه الصفة اللي لا تطلق إلا على كل من صنع مشوار استثنائي وناجح على الصعيد الرياضي والمهني وعلى الصعيد الشخصي والأخلاقي. لذلك احنا موجودين معاكم في برنامج مشوار نجم اللي يطلع عليكم يوميا عبر قناة الكويت الرياضية، ويوميا نستضيف نجم يتكلم عن مسيرته، مسيرة النجومية. اليوم معانا نجم مميز نبي نتعرف عليه عبر هذا التقرير. تعد كرة القدم الكويتية ولادة للنجوم أصحاب الموهبة والمهارة في الملاعب، بالإضافة إلى الأداء الرجولي. وأحد هؤلاء هو أسطورة النادي العربي ونجمها السابق اللاعب أحمد موسى، صاحب الشعبية الكبيرة والتي حققها خلال مسيرة بلغت 22 عاما في الملاعب، مثل فيها النادي العربي ونادي النصر، بالإضافة إلى تمثيله للأزرق الكويتي. صاحب مهارات عالية وأداء مميز، والتي ساعدته بالمساهمة في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات، منها مع القلعة الخضراء. أما على مستوى المنتخب الوطني فكان سيء الحظ بسبب كثرة الإصابات والتي حرمته من المشاركات الكثيرة، ولكن استطاع في عام 1996 من تحقيق خليجي 13 في سلطنة عمان مع كوكبة من نجوم الأزرق الكويتي. معه سيكون حديثنا اليوم في برنامج مشوار نجم. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى بعد ما تعرفتوا على نجمنا لليوم. نرحب فيه معاكم النجم أحمد موسى، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير الكرام حبيبي، بس عليك وعلى مشاهدينا الكرام حياكم الله. طول بعمرك كابتن أحمد. حنا أبو موسى لنرجع لذكرياتك القديمة وبداية دخولك إلى النادي، شلون صار هذا الانتقال من لاعب سكة إلى لاعب نادي؟ بسم الله الرحمن. طبعاً والله هذه يعني أنت بتردنا على قولتهم ذكريات قديمة. والله شوف يعني يمكن أنا كأي لاعب كويتي بديت من خلال المدرسة، من خلال الشارع. يمكن أنا بدايتي كانت في الجمباز، يعني قبل ما تكون كرة قدم كنت لاعب جمباز وكنت أعشق هذه اللعبة صراحة. وكنت أيامها مثلاً كنت أدرس بمدرسة عمرو بن العاص بالروضة، منطقة الروضة، وذهبت إلى الجمباز للنادي العربي يعني سن صغيرة، يعني يمكن يعني 6-7 سنين 8 سنين بأولى ابتدائي يعني. بس طبعاً كنت أحب كرة القدم وألعب كرة القدم حالي حال كل الكويتيين يعني بذاك الوقت في الطفولة. نعم. بالشارع، بالسكة، بالمدرسة. لكن طبعاً استمرت في الجمباز في النادي العربي. نعم. يمكن أكثر من 3-4 سنين مثلت النادي، مثلت منتخب الصغار. في هذه الأثناء كنت أروح ملعب كرة القدم، ملعبنا بالنادي ملعب رقم 2، يعني ألعب قبل التمرين بعد التمرين. فشافني يعني ذاك الوقت الله يرحمه ويغفر له كابتن سند فرحان، فشافني يعني شمال، وتدري إحنا الشمال نادر وين تلعب، مش عندك ما عندك، تعال ألعب جمباز. وهذا والله ما عدت إلا ثاني يوم جاي حق الكابتن، حق كابتن الحرز الله يذكره بالخير، قال له أنا هذا اللاعب أبي يعني أبي يلعب عندي وكذا ويتمرن وياي. والله عاد شو اللي صار بينهم الحوار يعني ماني عارفه. المهم شاهد انه ثاني يوم فعلا رحت. انت كنت تتمنى ان تروح الكره القدم؟ والله كنت اتمنى. كنت حاب يعني، وانا بين وقت كانت النيه عندي اني اصير حارس مرمى. يعني انا كنت متولع بصغري باحمد الطربلسي. نعم. ومن ثم عاد سمير سعيد الله يرحمه، فكانت يعني هوايتي ومتعتي اني اكون حارس مرمى. حتى يوم كنت بالسكه ذاك الوقت احب العب حارس مرمى يعني. نعم. فاتجهت الى كره القدم. نعم. ومن هنا عاد بدا مشوار كره القدم يعني. نعم. غريب الامانه يعني من لاعب جمباز، لعبه فرديه مختلفه تماما عن لعبه كره القدم، الى لعبه كره القدم. شلون تم اختيار مركزك كابتن احمد بعد دخولك الى؟ نعم. شوف بس يعني قبل ما اقول لك عن مركزي، طبعا لعبه الجمباز فادتني كثير في في جميل. في كره القدم من ناحيه المرونه واللياقه وكذا، هاي امانه اعطتني يعني اعطتني مرونه. نعم. وسرعه يعني اكثر من اي لاعب كره قدم اخر. جميل. اختيار المركز طبعا في البدايه احنا عندنا عرف للاسف هنا بالكويت عندنا ان اي لاعب شمال بحطه باك شمال، بلعبه باك شمال. يعني احنا في لاعبين مهاريين كثر راحت يعني ضاعوا. انا اذكر مثلا اذا احنا نذكر يعني كابتن احمد ذياب لاعب نادي القادسيه ومنتخب الكويت،
لاعب فنان مهاري ولاعب فنان، لكن لان شمال فاضطروا انه يلعبونه باك يسار. نعم. او باك شمال. انت مثل ما قلت النقطه الاولى اللي ندره اللاعب الشمال وبعدين الكويت ترى هم تفتقر للاعبين الباك الشمال. نعم، لكن يعني حتى يعني لدرجه ان اي لاعب شمال لازم العبه باك شمال اي لاعب. فشاهد انه لعبت. نعم. فتره في الظهير الايسر، بعدين طبعا كابتن سالم فرحان، هذا طبعا هذا الكلام احنا نتكلمه قبل الغزو يعني بال 86 87 يعني الفتره هاي، لكن شاهدت الصدف طبعا. وانا الحين ماني عارف شلون رحت القادسيه يعني صراحه، ماني يعني انا اذكر شلون رديت العربي بس شلون رحت القادسيه والله ماني عارف. نعم. رحت القادسيه لعبت. نعم. موسمين بالقادسيه في مراحل سنيه يعني تحت 12 و14 سنه 87 88، وعدت مره ثانيه الى العربي طبعا عن باب التفاصيل ما تذكرها. التفاصيل عودتي للعربي اذكرها. انه الباص كان يتاخر علي وكان وياي بالفريج لاعبين من العربي يعني معاي بنفس الفريج، فدائما الباصهم بدري ويروحون فانا الضايع. بالنسبه لك كان في فرق بين القادسيه والعربي يعني كلاعب صغير؟ هل كنت قدساوي العرباوي بصغرك؟ لما كنت العب العربي كنت عرباوي، ولما رحت القادسيه اصبحت قدساوي. طبيعي انا بتشجع النادي اللي انت فيه يعني وحماسك للنادي. ما كان لك نادي معين؟ لا ما كان يعني عرفت ذاك الوقت يعني تحديدا في مرحله النشأة هذه لا ما في يعني انت مجرد انك تلعب بهذا النادي راح تميل له وتشجع اوتوماتيكيا يعني من غير اي دوافع. نعم. انتقلت طبعا القادسيه لعبت زي موسمين ومن ثم عدت للعربي بال 88 89 وبدأت عاد مسيرتي مع العربي. نعم. بهالعمر انت قلت لي ابو موسى انك كنت باك يسار. نعم. شلون غيروا مركزك؟ طبعا هني بعد 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 الغزو لعبت موسم مع الكابتن سالم فرحان رحمه الله عليه، لعبني قلب دفاع. نعم. خذاني من الباك اليسار لعبني قلب دفاع، قال لي انت لما تلعب قدام طبعا كتعليل يعني او انه بيفهمني ليش ما يبي يلعبني. نعم. المركز الاساسي كمهاجم او صانع لعب، قال لي انت تلعب هناك راح تمسك وما تقدر تلعب وان تو مان ومش عارف ايش، فافضل لك هنا كقلب دفاع. وفعلا لعبت قلب دفاع وصلت حتى منتخب الناشئين كقلب دفاع. بعدين رد مدرب ثاني، ردني مره ثانيه الكابتن دابسون اللي هو مدربنا تحت 19، ردني مره ثانيه الى ردني مره ثانيه كمهاجم او كصانع العاب. وانا من الاساس يعني كنت حتى لما كنت ظهير ايسر هي المشكله ان انا ما كنت اتغيد في هذا المكان. نعم. انا بحكم ما كنت تحس ان هذا مركزك بالضبط، وانا ابي العب كره وابي اعدي وابي اراوغ وابي اسجل، فاي مدرب يحطني في هذا المكان انا ما التزم واروح قدام واهد المكان، فخلاص يعني ما في مجال كنت تلعبني بهالمكان يعني. نعم. اذا لو تحدثنا عن الصعوبات ابو موسى، احد الصعوبات اللي واجهتها الباص لما كان يتاخر. نعم. وايضا مشاركتك كظهير ايسر لانك لاعب تلعب يسار. صحيح. صعوبات. صحيح. اخرى واجهتك. نعم. في المراحل السنيه طبعا رحمه الله عليهم الوالد والوالده يعني ان كانوا يمنعوني يعني، يمكن اليوم انا من الاشياء اللي يعني عسى الله يهنيهم ويبارك لهم الجيل الحالي انه دائما الحث من ولي الامر، وهو اللي يبي ياخذ ولده يبي يودي النادي. صحيح. وهو اللي اذا الولد ما راح او الباص تاخر عليه خذاه وداه. احنا قبل ما كان عندنا اولوياتكم الدراسه. طبعا. نعم. اولوياتنا الدراسه يعني النادي هذا لا ما تروح، وتدري انت قبل سبحان الله حتى مساله المنطقه هذه اني انا تروح منطقه اطلع من المنطقه لمنطقه باص ولي الامر يخاف عليك يعني. طبعا. عرفت فهذه الامور كلها خلت ولي الامر ما يبيك تدش النادي، دائما يمنعك من حضور التمارين، فيمكن هذه من الاشياء الصعوبات اللي واجهتها يعني. كنت انحاش ساعات احيانا اذا فتره امتحانات وابي اروح اتمرن، فيعني بهالامور هذه كانت تواجهنا في ذاك الوقت. اذا كابتن ابو موسى تدرجت في المراحل السنيه مع النادي العربي، مثل ما قلت انتقلت الى نادي القادسيه في فتره من فترات. نعم. وعدت الى التدريب الى نادي العربي، شنو المراحل السنيه اللي تستذكرها ولعبت فيها ومن ثم انتقلت الى الفريق الاول؟ طبعا انا يعني يمكن في النادي العربي لعبت يعني تدرجت امام تحت 12، لعبت مع فتره 14 بعد الغزو تحت 16، ومن ثم من تحت 16 طبعا رحت دايركت للفريق الاول. يعني يمكن انا كاصغر لاعب كويتي يعني لعبت في الفريق الاول، لعبت عمري 15 سنه ما شاء الله الاول 15 و6 شهور بالضبط. بس يعني ذاك الوقت سبحان الله انا استغرب الحين بعض اللاعبين اللي دائما مستعجل انه يبي يلعب في الفريق الاول، وانا دائما رسالتي لهم اقول له العب مع ربعك، استمتع، تعلم، استفيد، اخذ خبره وانت صغير. الفريق الاول مو فريق سهل، ولا اللعب مع ناس يفوقونك جسمانيا. نعم. وبدنيا سهل. الموضوع مو سياحه. اي مو سهل، مو بس ان انت والله ببالك انه انا بس بصعد بلعب فريق اول. نعم. ابي الناس تعرف. لا لا، الموضوع انت اصعد فريق اول وانت متمكن انت جاهز. نعم. يعني شوف يعني اذكر الكابتن سالم فرحان
دائما كان خايف علي من هذه التجربة، لأن هاي ممكن كانت تنهيني. يعني أنت لما تلعب بالفريق الأول وأنت مو جاهز، نعم، في سن مبكر، هذا سلاح ذو حدين، أنت ممكن تنتهي، صح، وممكن يعني بتوفيق من رب العالمين والحظ تتوفق يخدمك وتوفق، وهذا يمكن اللي صار معاي. لكن مو كل شخص ممكن يتوفق وياخذ، وفي لاعبين كثر لعبوا الفريق الاول، نعم، وما كملوا، مو لانهم مو زينين، صح، لان الحظ ما خدمهم، كانوا نجوم بالمراحل بالضبط السنة. بالضبط، لان الحظ ما خدمهم، يعني ما جاتهم الفرصه في توقيت جيد. يمكن انا هذا الشيء الحمد لله، يعني خصوصا بعد في النادي العربي، نادي جماهيري، وتوفقت في بدايتي، يعني امانه في اول مسيرتي مع الفريق الاول، وهذا الشيء خدمني. لكن انا تسالني عن عن, عن رغبتي بذاك الوقت، انا كنت انحاش من تمرين الفريق الاول، اهرب وابي العب مع ربعي، نعم، مع المجموعه اللي كانت، إيه، لا تاخذ راحتك، انت في الاول لاعبين كبار نجوم، ما حتى الضحكه عليك محسوبه، صح، التصرف عليك الكلمه محسوبه، فما تاخذ راحتك، صح، مغيد، لكن انت مع ربعك تضحك وتغشمر وتسانس وتشوت الكره وتسوي اللي تبي. فهذه الامور كانت مغيدتني في الاول، لكن طبعا الحمد لله يعني كان عندي لاعبين صراحه يعني كبار، يعني عسكر، نعم، وماجد وسامي وسمير واسامه وعامر وفاضل وفرج، يعني لاعبين كبار خدموني للامانه. وعامر ومنصور باشا وحميد باشا، لاعبين كثر امانه، يعني اسمحوا، نعم، لي اذا نسيت البعض منهم. فهذا الشيء يعطيك الرغبه. كابتن ماجد سلطان من الناس الصراحه اللي دعموني بشكل كبير برا الملعب وداخل الملعب، نعم، يعني حتى لما كنت اخطأ داخل الملعب يجيني كابتن مايد سلطان، ما عليه، ما خل الكرة، نعم، تولي، انسى، كمل، العب، نعم. طبعا المحطة الثالثة اللي هي حصولي على كأس الخليج للأندية، نعم، مع العربي بسنة 2002، كانت هذه من أيضا من الأشياء الجميلة في مسيرتي.